اهلا اهلا مرحبا مرحبا. انا اسمي نسيم رايسي من تونس، بعد جمعيه ليل الفقر. انا قررت ابعث هالجمعيه حقيقه قبل سنتين لما توفى احد اصدقائي بسبب مرض كان يصارع المرض، وكان لازم يعمل عملية وما قدر إنه يعمل هالعملية وتوفى للأسف. هيدا عمره يعني ممكن. كمان ممكن تسألوا ليش شاب مثلي أنا قرر إنه يعمل جمعية ويسميها الاسم. أنا بظن إنه الفقر مشكل كتير كبير وبينجر عنه كتير مشاكل لتخلي مجتمعنا مش مستقر، لأنه الشخص لما بيكون ما مش قادر يوفر ضروريات حياته رح يحس حاله عالي على المجتمع، وممكن ينجر عن هذا إنه يروح لسكة ثانية، إنه ممكن يسرق ينهب، ممكن كمان أخطر إنه ينتحر. يعني بظن إنه مشكلة الفقر هي أم المشاكل. كمان بظن إنه الفقر بيودي لمشكلة أخطر من المشاكل اللي ذكرتهم، الجهل. لأنه بظن إنه في ناس هلأ بهالوقت مش قادرة تروح على المدرسة أو مش قادرة تكفي تعليمها. ليش؟ لأنه عائلتها ما بتقدر تكفي لها تعليمها، ما بتقدر توفر لها المصاري مشان تكفي تعليمها. إحنا جمعيتنا جمعية صغيرة مش كتير كبيرة، يعني الآن بلشت سنتين قبل وقلة التمويل ومش معروفة هيك، لكن الحمد لله قادرين إنه ولو العدد صغير من العائلات إنه شهريا نوفر لهم أكل، وبفصل الشتاء نوفر لهم ملابس وأغطية وهيك. يعني بظن إنه حسيت بعد وفاة صديقي إنه محاربة الفقر هي مسؤوليتي، كمان مسؤوليتكم ومسؤولية كل المجتمع، لأنه لازم نكون يد واحدة مشان نحافظ على مجتمع مستقر من غير طوابق. وأنا إن شاء الله يعني دائما بكون موفي هالمكافحة يعني ضد الفقر، وإن شاء الله بالأسابيع الجاية في عندي يعني حفلة غنائية وبدي استدعي فيها مشاهير وهيك، وبتمنى إنه تعجبكم. أنا كمان رح غني بهالحفلة وبتمنى إنه تمولوني، بس إذا ما في إزعاج يعني في سمعكم شوي صغير مقطع وبعدين بس عشرت. إذا عجبكم صوتي بتمولوا جمعيتنا وبتساعدونا، بس إذا ما عجبكم كمان بتساعد جمعيتنا، لأنه لازم نكون يد واحدة مشان هلا. في يوم وليلة ليلة ليلة خدنا حلاوة الحب كله، في يوم وليلة أنا وحبيبي حبيبي حبيبي دودنا عمر الحب كله في يوم وليلة. عمري ما شفته ولا قابلته، ويا ما يا ما شغلني طيفه. عمري ما شفته ولا قابلته، ويا ما يا ما شغلني طيفه. وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى أشوفه. نسيت الدنيا وجريت عليه، سبقني هو وفتح ايديه. علينا روحنا على بحر شو نزلنا نشرب ودوبنا فيه، ومين يصدق يجرى ده كله. ونعيش سوا ونعيش سوا عمري كله.
في يوم وليلة ليلة 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 ليلة. أوكي بدي أقول شيء قبل ما فل. أنا كتير بتسمى محظوظ أني قدرت أوصل لأشخاص مثلكم بيقدروا يغيروا أشياء، ويعني إيد واحدة ممكن نحارب هالمشكل، ومش لنحد مش لنقضي عليه، لأنه من المستحيل أنه نقضي على الفقر بمجتمعاتنا، لكن ممكن نحد من هالظاهرة قليلة بشان نحظى بمجتمع أكثر استقرار. وبدي أقول شيء كمان، أنه مصير الشخص بإيده، والفقر ما بيظلم. يعني الشخص فيه يكون فقير بس يقدر يغير هالشي، لأنه إذا تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله. يعني الشخص فيه يكون اللي بده يكون. Thank you على الاستماع. في أي أسئلة؟ لا أبدا. وين بدنا نتبرع؟ وين فينا نتصل فيك يعني؟ إيه رح يكون في رقم ورقم للبنك يعني، وتقدروا. Thank you. أهلا. بالنسبة للرسيم أنا رح أحكي بس عن الشق الغناء. بدي أقوله أنه أكيد نسيم نحن يعني عنا فابل على صوته، وصوته بيرن وبيلمع وفيه ليون كتير، ولكن أنا اليوم حسيته منه كتير مركز على تفاصيل الغناء بكم نوت معينين. والشغلة الأساسية اللي حسيتها منها منيحة اليوم هي عم يلزق الجمل ببعضهم لزق، بس حتى بلا ما ياخد نفس، يعني مش أنه عم ياخد نفس بس عم يسرع بالتيمبو هيك. حسيت كل الغنية ملزوقة ببعضها. كنت بفضل يكون أروق شوي هو عم بغني حتى يقدر يتنفس مزبوط ويعمل كنترول على التنسيق بين النفس والصوت، وياخد نفس قبل كل أول جملة حتى يريح حاله ويريحنا كمان. بس أكيد أنه بالإجمال كان معنا كتير حلو. عندي مشكلة مع نسيم بالصف، بعذبني. ما بس يجي تيعمل فوكاليز ما عم بيقدر يستوعب بالفعل كيف بتكون فتحة التم. هيدي رح تلعب ضده إذا بيضل بيستمر هيك، لأنه هلأ مثل اليوم بدل ما يفتح تمه ويغني مطبق تمه، وصار لأنه مطبق تمه صار صرنا نسمع بالنخير الغنية مش بصوته. هذا شيء بيزعلني كتير، لأنه نسيم من الأشخاص القوية. أوقات بيهبلني بطلع هيك عم بغني شيء بياخد العقل، أوقات بيكون منه منيح أبدا. هيدا ما بيجوز، بدنا نجرب قد ما فينا نساعده هو بالصف يكون موجود بالفعل، بكل ياخد بعين الاعتبار كل شيء منقله تيتقدم. أنا بدي أحكي عن موضوع نسيم، موضوع الفقر، موضوع عظيم بالنسبة لي أنا، وهو الأصبع على الجرح. أنا بالنسبة لي مشكلة الكرة الأرضية الكبرى هي الفقر. الفقر يلي بتودي اللي بيودي للمشاكل التانية. مشكلة الفقر الكبير، يعني مش إنه واحد مش قادر يشتري سيارة مدري شو حقها مدري قدي، لا، الفقر لدرجة ما بيقدر يتحكم، الفقر لدرجة ما بياكل ما بيشرب ما بيتعلم ما بيتطبب ما بيتطور، عايش على هامش الحياة. أنا بشوف إنه الموضوع مهم كيف عالجوا، هو عالجوا ببساطة الناس يلي بتشوفيهم على الطريق. يعني انت وماشي بيجي على طول شباب حاملين وحده مثل هيدي بقول لك سوري في مجال تمضيلي على هيدي العريضه، لانه نحن مع انه ضد قطع الشجر لانه كذا. حسيته هيك تماما، عمل دوره بجنين، قنعني مزبوط. السبب انه صاحبه مات من الفقر شغله عظيمه. كله حسيته ما له علاقة، منه مثل ما بيقولوا سبكتاكولير، يعني منه عم يعمل مشهد يبهرنا فيه مثل ما عملوا الباقيين. مقرر يعمل شيء كتير بسيط وزبط معه، هاي البساطة زبطت معه. تفضل أنا على مشهد مفتعل مش زابط، عم بحاول حدا يبهرنا وما بهرنا. يلي قدم لي أنا وصل لي. هلأ بيفتح تمه أو بغني، أنا أكيد إنه هيدا الصبي بهالحنجرة اللي عنده إياها أكيد إنه بفهم قهرك إنه ما عم يفتح تمه قد ما عنده صوت بيطير العقل، بخوف، لأنه فوق إنه حلو بيشبهه إله، عنده هويته
وعنده هالوجه اللي هو عم يضحك الرائع الساحر. هيدا شاب لازم بالقوة يعمل اللي عم تطلبوه منه، لأنه هو مش عارف شو عم يخسر. لازم بالقوة يعمل عم تطلبوه منه. أنا رح أحكي معه شخصيا، لأنه هو عم بغني دغري، بس يبلش بياخدك على مطرح تاني برغم كل الأغلاط اللي عم يعملها أو مش عم يعملها. النسيم حدا بيستاهل يتساعد، ولو بالقوة، ولو بالقوة بده يتساعد، لأنه دعانه هيدا الصوت ما يفل من عنا سامعينه كله. بالنسبة لإيفال نسيم، أنا بدي أقول أنه هالأسبوع نسيم رجع هيك شوي شد حاله بالصف عندي، وهلأ ملاحظت أنه في جهد على الإيفال، يعني كاتب الأفكار، عامل تبعية هيك ستركتشور، يعني مزبوط هو أنه الفقر أم المشاكل، وبيودي للجهل وبيودي لكتير إشياء. يعني أنا عني فهمين فكرة الإيفال، يمكن أكتر حدا فهمت، يعني أكتر واحد حسيته فهمين فكرة الإيفال، وجاي إنه عم بيطالب، عم بيطلب مساعدة، مصاري، مين بيقدر يساعده لهالجمعية، يلي حس حاله من بعد وفاة صديقه إنه هو مسؤول إنه يعمل شيء، وقرر وقال بكل بساطة إنه هالجمعية منا كبيرة، عمرها سنتين، وإنه في حفلة ويطلب منا نشتري بطاقات، وهو بده يغني وبيسمعنا صوته، انه اذا عجبنا صوته بنشتري، واذا حتى ما عجبنا يا ريت نشتري هالبطاقات، لانه في مطربين مهمين جايين يغنوا. فكره انه حتى من بعد ما خلص غنى وطرح لنا يعني الجمعيه شو هي وشو بتعالج، سالنا في اسئله انه بتحبوا تستفهموا. عن جد حسيته مثل هول الشباب يلي بيوقفوا على باب السوبر ماركت، يعني نفس الاحساس انه ويلي اجمالا بتستمعينهم، يعني وبتروحي معهم لانه هيك على نيتهم الطيبه. كثير بسيط، نضيف، يعني انا بدي اقول هيدا ايفال نضيف، لذيذ، خفيف، فكر فيه، فكر بتفاصيله، وإيفال بيشبهه، يعني ما يعني بيشبه نسيم، هو يلي هو هيك ولد، بنحسه بعده ولد، بيشبهه. عامة جيد، ولكن أنا كمان صرت بحاجة اليوم من بعد هالمرور هيدا بالأسابيع الجاية، بحاجة إنه نسيم يفاجئني أكتر بأشياء أقوى، بأشياء يتحدى نفسه ويتحدى الآخرين. ما عم بحس عن نسيم هالروح التحدي، روح المنافسة، ما عم بحسه بيشتغل كتير، بحسه بعده هيك اخذ الأشياء برواق، مش دريان انه نحن صرنا بنص الطريق. اكيد انه صوت نسيم صوت كتير حلو ومميز وفريد ومن نوعه، يعني ما بنشوفه موجود كتير من بين الأصوات، ولكن أنا كنت بفضل مثلاً ينتبه أكتر على الطبقة اللي بده ياخدها، لأنه انحشر بالآخر وصارت كتير عالية عليه. أكيد كان في غنية أحسن ويختم بطريقة بتاخد العائل أكتر. أنا بفضل أنه نسيم يركز أكتر بالمغنى، هو عارف أنه صوته حلو وبيعرف أنه نحن منحب صوته وأنه الناس عم تتأثر بصوته، بس عم ينسى أنه هو بده يشتغل على التفاصيل الموجودة بقلب الغنية تطلع الغنية كاملة. يعني ممنوع يعمل غلطة مثل اليوم انه ينقي طبقة عالية على صوته من بعد كذا ايفال ومن بعد كذا برايم. ممنوع بالبرايم مثلا يكون نسيم يسحط منه نوتات، ممنوع صوت حلو وقادر يغني وعنده كل الامكانيات انه يسحط، ليه؟ ما في سبب. يعني هول القصص هن اليوم بنص الطريق مطلوبين اكتر بكتير من وقتها كنا بالاول، وبالاول كان يعملون اقل، يعني كان بعده جاي محمس، بعده منتبه أكتر. اليوم صار عم يمرق شوية أغلاط إنه مش لازم هو يعمله، مش خطير ولا كارثة اللي عم قول عنه، بالعكس، بس لأنه نحنا صوت مميز وصوت كبير منطلب منه أكتر، هو بيكون مطلوب منه يشتغل زيادة لأنه هالقد نحنا ناطرين منه.